انتشرت في الفترة الأخيرة أخبار تؤكد اعتزام الفنانة الكبيرة نيلي اعتزالها الفن رسميا، وقد نشر الفنان رامي وحيد صورة له عبر انستجرام ظهر فيها مع نيلي. الصورة الجميلة ديت وهي لسه محتفظة بجمالها وشياكتها، ربنا يديها الصحة. والصورة ديت كانت في يوم الاثنين 27/4/2020، وعلق على الصورة قائلا: وحشتينا قوي، يا سلام لو نيلي تبقى معانا في رمضان. أما نيلي فقد ولدت في 3 يناير عام 1949، وهي من أصول أرمنية من حارة الجبر في مدينة حلب بسوريا، وهي أخت الممثلة المصرية فيروز وابنة عمة الفنانة لبلبة. قصة زواج نيلي لم تتكرر كثيرا، فقد تزوجت نيلي في حياتها مرتين، الأولى من المخرج حسام الدين مصطفى. حسام الدين كان برغم السن بينهما رجلا رائعا، يحضر لها بوكي ورد يوميا خلال التصوير. فولد الحب في القاهرة وترعرع في بيروت الساحرة، وشهد ملهى الكاف دوروا في شارع الحمراء الشهير بوسط العاصمة اللبنانية قصة الحب القوية التي جمعتهما. وبحسب مجلة الشبكة اللبنانية، فإن المخرج المصري طلب يدها للزواج في الملهى، ثم قدم لها خاتم الخطبة والذي قدر ب 1500 جنيه، وكان مبلغ باهظ الثمن آنذاك. ولم تتخلى نيلي وقتها عن طباعها المرحة المألوفة حتى وهي عروسة. الزواج لم يستمر طويلا للأسف، حيث طالب حسام باعتزال الفن وهو ما رفضته بشدة، وتأكدت بأن الحياة بينهما باتت مستحيلة، فكان الانفصال هو الحل الوحيد. هنا حسام الدين مصطفى طلب يد نيلي في الكاف تروى. نيلي ولبلبة وفيروز، وهنا مشاهد من الفرح، ده زوجها الأول حسام الدين مصطفى. أما الثانية فكانت من الموسيقي مودي الإمام، نجد المخرج السينمائي حسن الإمام، وأخو حسين الإمام، ده مودي الإمام، ده زوجها الثاني. الطفلة المعجزة فيروز اسمها الحقيقي بيروز أرتين كالفيان، ولدت في 15 مارس 1943، وامتد مشوارها الفني لمدة 10 سنوات، ومثلت في 10 أفلام، وهي من أسرة أرمنية، وقد تبناها فنيا أنور وجدي، وأظهرها في العديد من أفلامه التي كان لها مخرجا وممثلا ومنتجا، وقد أبدعت في دور البنت في فيلم دهب، وهي أخت الفنانة الاستعراضية المصرية نيلي. دي صورة نادرة ليها مع أنور وجدي، ليلى مراد، وهنا مع أختها نيلي، وكان زوجها بدر الدين جمجمه فنان مشهور برضو، وهنا في فرحه صور جميلة، وهنا مع زوجها في أواخر السبعينيات صور من زمن الفن الجميل، هنا مع ابنها وأحفادها، ده بدر الدين جمجمه الله يرحمها ويرحمه. مكتشف موهبها كان هو الفنان اللبناني إلياس مؤدب، الذي كان صديقا لأبيها، وكان يقضي معه أمسيات فنية بالبيت حيث يعزف الكمان، وقد تغني والدتها على أنغام الكمان. ويقال أن أول أداء لها كان أمام الخديوي توفيق في المسرح الروماني، وأنه أي الخديوي أعجب بها بشدة ومنحها 50 جنيه. بعدها التف حولها المنتجون السينمائيون، فاختار مؤدب الفنان أنور وجدي من بين كل أولئك ليوقع معه والد فيروز عقد احتكار تتقاضى عنه ابنته 1000 جنيه عن كل فيلم. وقام أنور وجدي بتغيير حرف الباء في اسمها إلى فاء ليصبح فيروز بدلا من بيروز.
وقام أنور وجدي باستخدام مدربون أجانب لتدريب الصغيرة لعدة أسابيع، وذلك لتهيئتها لأول بطولة سينمائية. كان ذلك فيلم ياسمين الذي خاطر فيه أنور وجدي بالكثير، وجاء عرضه عام 1950، وحين كانت فيروز لم تتجاوز عامها السابع إنتاج الفيلم. كان مفترضا أن يكون مشتركا بين وجدي والموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، لكن عبد الوهاب وبعد أن شاهد الصغيرة لم يشأ المغامرة بأمواله في فيلم تقوم ببطولته طفلة لا تتقن سوى غناء المونولوج، لكن أنور وجدي معروف بروحه المغامرة خاض المخاطرة لوحده. بعدها قدمت فيروز فيلم فيروز هانم عام 1951. أنا مع مديحة يسري، فيروز في النص، أنا فيروز بعد ما كبرت الله يرحمها. وقد أكد الأب بطرس دانيال في يوم السبت 30 يناير 2016 خبر وفاة النجمة المصرية فيروز والمعروفة بالطفلة المعجزة، والتي شهدت حالتها الصحية تدهورا كبيرا، حيث دخلت العناية المركزة وخضعت لجهاز تنفس صناعي، حيث كانت تعاني مشاكل في الكلى والكبد. ومن ناحية أخرى كانت قد أصرت إقامة مراسم العزاء في المسجد رغم كون الفنانة الراحلة مسيحية الديانة، أثارت جدلا كبيرا الأمر الذي تبينت معه ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض، لكن علماء الدين ونقابة الفنانين حسموا ذلك الجدل. وأكد الفنان سامح السرتي وكيل نقابة المهن التمثيلية آنذاك أن النقابة لم تتدخل في اختيار مكان تلقي العزاء للفنانة الراحلة، بل أخترت عن طريق الأسرة أن العزاء سيقام بدار المناسبات بمسجد الحميدية الشاذلية، وسيتلقى العزاء ابنها أيمن بدر الدين جمجوم ابن الفنان الراحل بدر الدين جمجوم. وقال مسؤول بالنقابة أن عائلة زوج الفنانة الراحلة وابنيها أيمن وأيمان مسلمان، هم من قرروا أن يكون العزاء بدار المناسبات بمسجد الحميدية الشاذلية، بينما تم دفن الجثمان في مدافن الأرمن بأرض الجولف بمصر الجديدة، وذلك حسب رغبة ابنها. من جهته صرح الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر العربية نت أن تلقي العزاء لغير المسلمين في مساجد المسلمين جائز شرعا، طالما أن أهل المتوفى أو المتوفى من المسلمين، بينما لا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين. دي فيروز كانت مسيحية الديانة بس عملوا العزاء بتاعها في المسجد حسب رغبة ابنها. أيوة، وأنا بعد ما كبرت كانت فنانة جميلة الله يرحمها.